مداخلة السادسة. نكتفي بهذا القدر في ذات الوقت. المداخلة الأولى. أزول وصل لليونين، أزول وصل لبوفون كولتوريال المزيان. بسم الله الرحمن الرحيم، وصلى الله وسلم على حبيبنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. نبادر إخواني الطلبة وأبنائي هذه المشاعر التي نزلت من قلب المنزل الأعلى، وأقسم بالذي فطر السماوات والأرض لا أحبكم في الله ولو وجدت الفرصة لنزلت أنا فقبلت رؤوسكم جميعا. أنا أحبكم لله، وأتحرك في هذه الأرض لله، وإن مال قلبي لغير الله فأسألكم أن تدعوا لي في ظهر الغيب، فدعاء المؤمنين لظهر الغيب لأخيهم مستجاب. سألوا الله أن يثبتنا على الصراط حتى نلقاه وهو راض عنا، فإن الفتن كثيرة. هذه الأولى. ثانية، إننا في هذه الحياة الدنيا نعيش كما يعيش سائر البشر، والخريطة القرآنية تقسم البشر إلى قسمين: قسم هم أمة الاستجابة، نحن استجبنا، يسمى المسلمون، دخلنا الصراط، رضينا بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد نبيا ورسولا وقائدا ونموذجا وأسوة وقدوة وبالقرآن إماما وحكما. من هو ضد هذا؟ يرفع صبره. شكون اللي معهاش؟ يرفع صبره. الحمد لله، الحمد لله، بيض الله وجوهكم، بيض الله وجوهكم يوم تبيض وجوه وتسود وجوه، ورفع الله قدركم وأثلج صدوركم كما أثلجتم صدري. والآن لما علمت ذلك، لو طلب مني أن أذهب إلى القمر، هناك من أبنائي من يريد أن يستمع إلى كلام الله في زمان الفتنة، ولم أجد إلا وسيلة التحليق في السماء لحلقت، إلا أن يحال بيني وبين ذلك. إن أحبابنا الذين خرجوا من المدينة المنورة وجاءوا إلى هذه البلاد لإدخال الإسلام
حينما وصل عقبة بن نافع الفهري تلميذ رسول الله النجيب وقد خلصوا مكة من وأد البنات والاستغلال الاقتصادي الفاحش أكل الربا ورفع الأعلام على بيوت الدعارة واستغلال المرأة واعتبارها جسداً يستغله التجار والفساق أعادوا للإنسان الكرامة حينما كانت أوروبا مظلمة تجتمع في القرون الوسطى حول المرأة أكائن هو أم جن في الوقت الذي كانت الكنيسة تقوم بقتل العلماء إذا اخترعوا كوبرنيك جاليليو قتلوا لأنهم قالوا بكروية الأرض في وقت كان جابر بن حيان وابن رشد وعلماء الأمة ينساحون في الأرض فشكلت دمشق وبغداد وطليطلة وإشبيلية وقرطبة منارات للعلم لإخراج العالم من ظلمة الجهل كتبت هانكا كتاباً تحت عنوان شمس الله تطلع على الغرب وتذكر كيف أن شارلمان أرسل رسالة إلى المعتصم يقول لا من عبدك شارلمان إلى خليفة المسلمين سيدي أبعث إليك ببنات القصر حتى يتعلمن عندك مع علية القوم وأرسل الهدايا والذهب فأرسل إليه خليفة المسلمين جزءاً من ابتكارات العالم الاسترلاب والساعة فلما وصلت هدية أمير المؤمنين إلى شارلمان وإذا بالعقرب يتحرك في دائرة إذا به يلقيها ويقول هذا جن أعوذ بالله نحن من علم الغرب الرياضيات الخوارزمي للالجوريتم نحن من علمهم الطب ابن النفيس نحن من ترجم كل الفلسفات اليونانية والرومانية وكان هارون الرشيد يعطي لكل مترجم وزن كل كتاب ترجمه ذهبا إن الإسلام لما جاء حرر البشرية بكلمة واحدة لا إله إلا الله لا معبود في الكون إلا الله والخليقة كلهم بين يدي الله سواء كلكم لآدم وآدم من تراب أبوكم واحد أمكم واحدة لا فضل للعربي على الأعجمي ولا للأمازيغي على الرومي ولا لليهودي على الأمريكي ولا للأسود على الأبيض إن أكرمكم عند الله أتقاكم إن الإسلام جاء وجعل بلال الحبشي الأسود هو مؤذن الرسول أول من يصعد على الكعبة ليجلجل في السماء بنداء الله إلى الصلاة إن الإسلام هو الذي ضم تحت جناحه سلمان من إيران خراسان واختصمت فيه المهاجرون والأنصار فقال المهاجرون هو منا نحن المهاجرون وقال الأنصار بل هو منا نحن الأنصار فشكوا إلى النبي ليحكم بين الفريقين واسمعوا للعجب كيف حكم الحبيب صلوا على الحبيب أسمعوني الصلاة المجلجلة على الحبيب الذي حررنا حبيبنا حبيبنا نفديه بدمائنا أنفسنا لو كان حياً لما تركته يمشي على الأرض حبيبنا فقال النبي يحكم إن سلمان منا معشر آل البيت من أهل البيت من أهل البيت إن النبي يقول إن وليي كل مؤمن تقي ولو كان عبد حبشي وإن عدوي كل فاجر شقي ولو كان حر قرشي ألم تسمع إلى قول الله تبت يدا أبي لهب أتعرف من هو أبا لهب إنه عم النبي إن أحد المستشرقين الحاقدين على الإسلام في 2003
قال: سأقرأ القرآن المنزل على محمد وسأجد فيه التناقضات من أجل أن أشكك الأمة في قرآن ربها. قال: فبدأت فقرأت، أول ما قرأت الحمد لله رب العالمين. الله عند المسلمين هو رب العالمين، كل العالمين، لا فرق بين الأبيض والأحمر، عالم الإنس الجن الحيوان الحشرات ربهم واحد. وقرأ في الأخير: قل أعوذ برب الناس، الناس، كل الناس، ليس المسلمون فقط. ثم بعد ذلك قلبت الصفحات فوجدت صورة تسمى النساء، وبحثت عن صورة تسمى الرجال فلم أجدها. يتهمون الإسلام بظلمه للمرأة، وكتاب رب العزة فيه صورة النساء وليس فيه صورة الرجال. فبدأت أقرأ ووجدت عيسى بن مريم مذكور في القرآن المنزل على محمد أكثر من ذكر محمد. محمد مذكور 4 مرات، وعيسى مذكور 10 المرات، وموسى مذكور 10 المرات، ويمدح عيسى. فقلت: هذا دين، لو كان محمدي ولو كان المؤلف محمد لمدح نفسه. بل وجدنا القرآن يقول لمحمد: يا رب يا رب يا رب، قل لو كنت أعلم الغيب لاستكثرت من الخير وما مسني السوء، إن أنا إلا نذير وبشير. ثم هالني الأمر فوجدت ذكر مريم أم عيسى، ولم أجد عائشة زوجة النبي مذكورة. يا الله، قلت: ما هذا؟ وقلبت على عجل الأوراق فقرأت: تبت يدا أبي لهب. فسألت عن أبي لهب فقالوا: عم النبي يدخل النار، فلا محسوبية ولا عرقية ولا جنسية ولا مكانية ولا جغرافية ولا تاريخينية للإسلام. الإسلام دين الله للبشر. حينما وصل عقبة، ولد في العام الذي توفي فيه النبي، ووصل إلى تونس بلد الأمازيغ، سكان هذا البلد الطيبين، وإني أردت أن أنزل إلى أخي الذي تكلم، ولو كان بيدي الأمر لأسكت الأخت الموجهة ولقلت له: تكلم بلسانك فإني أحب لسانك وأحبك. أحبك في الإنسانية فأنت أخي في الإنسانية. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة، أبي وأمي واحد، أبوك وأمك واحد، إخوان في الوطن، أنا مغربي وأنت مغربي، إخوان في العرق، أنا أمازيغي وأنت أمازيغي، أنا من بني إجناسل، أنا من بني إجناسل، من أمازيغ الشرق، أبي الأمازيغي العربي، لأنك لا يمكن أن تميز بين الأمازيغ والعرب، فإن الأمازيغ ذاقوا ضرعا من ظلم من لا يعرف الله. يكذب عليك من يقول لك من لا يعرف الله يمكن أن يعرف حقك. الرومان، ألم تعرفوا ما صنع الرومان هنا؟ ألم تعرفوا ما صنع الفينيقيون هنا؟ ألم تعرفوا ما صنع الوندال هنا؟ ألم يقول الأقباط لعمرو بن العاص: نحن معك ضد الروم، فقد رأينا فيك شيم الحقوق، فدين الإسلام جاء لإقرار الحقوق والحريات. ديننا جاء لإقرار الحقوق والحريات، ديننا جاء يحارب العبودية لغير الله. إن
رجلا صحابيا مغمورا اسمه ربيع بن عامر، أرسله سعد بن أبي وقاص إلى رستم لفتح أرض الشام وأرض العراق وأرض خراسان. فقال له رستم: ما الذي جاء بكم إلى هنا؟ اسمع اسمع، لا تتهم هؤلاء، فإن الوقوف بين يدي الله خصما لهؤلاء أمر صعب. قالوا: ابتعثنا الله لنخرج من شاء من عبادة العباد إلى عبادة رب العباد، لأنه رأى الدهانقة يسجدون لرستم من دون الله. قال: أعوذ بالله، تسجدون لبشر؟ وإنما أرسلنا الله لتكريمكم ولكي تكونوا ساجدين لرب البشر لا راكعين للبشر. فلما وصل أتباعه إلى القيروان أخرج 17 من أصحاب النبي، وأعينهم تدلت عليها حواجبهم البيض، فأرادوا أن يبنوا أول بيت يحرر فيه العبيد من عبادة العبيد ليسجدوا لله في بيت الله. فقال فصفهم ونادى: يا أيتها الوحوش ويا أيتها الهوام، هؤلاء أصحاب النبي جاءوا من المدينة، جاهدوا مع النبي لتحرير الإنسان الذي حرر بلالا وحرم خبابا وحرر زنيرا وحرر تلك الأسماء التي صارت في دنيا الناس منارات يهتدى بها في ظلمات البر والبحر. هؤلاء أصحاب النبي يريدون أن يبنوا بيتاً يحرر فيه الناس من عبادة العباد، فنريد منكم أن تنسحبوا، لأننا لو صادفناكم فآذيتمونا لانتقمنا منكم. فإذا بهم يخرجون كما قال الراوي: فلما وصل موسى بن نصير وعقبة بن نافع، وقف عقبة بن نافع عند آسفي عند المحيط الأطلسي، واستقبله أجدادنا الأمازيغ حينما حررهم من الأعراف وحررهم من أمور كانت سائدة قبل أن ينزل الهدى. الهدى الهدى: ما من خير ومعروف إلا هدى له، وما من شر يضر البشر إلا أنزله رب البشر، ومن يعرف ما يصلح للبشر إلا رب البشر. من وقف عند المحيط الأطلسي فقال وهو ينظر إلى الأمواج المتلاطمة: والذي بعث محمد النبي بالحق، لو كنت أعرف أن من وراء هذا البحر قوما لا يعبدونك بل يعبدون الهوى والبشر والنار والشجر والحجر، يذلون أنفسهم، وقد كرمهم الله لما أسجد الملائكة لأبيهم آدم وعلمهم الأسماء واستخلفهم في الأرض واستعمرهم فيها، كل هذا التكريم، فيهين الإنسان نفسه بالسجود للنار. لو أعلم أن من وراء هذا البحر من يعبد الشجر أو الحجر لمخرت عباب البحر على متن فرسي لأبلغ دعوة ربي لاستنقاذهم مما هم فيه. أيظن في هؤلاء أنهم كانوا يخرجون للنساء قلوب مفعمة بحب الله والآخرة؟ ووالله لو كنت أنا العابد الظالم ما كانت نيتي ذات، فكيف تكون نية أصحاب الحبيب الذين ذكرهم الله في القرآن رضي الله عنهم ورضوا عنه؟ تعرفون أن الإسلام له باب، ما هو باب الإسلام؟ ما هو باب الإسلام؟ ما هو باب الإسلام؟ الصحابة. وباب الصحابة من؟ معاوية. فالذين لا يريدون أن يضربوا الإسلام لا يضربوه مباشرة، ولكن يضربون حملته.
يستطيعون أن يضربوا حملته حتى يدخلوا من باب الأول معاوية رضي الله عنه. فلو سمحنا لهم ليضربوا معاوية رضي الله عنه، كاتب الوحي، خال النبي، لو تركناهم وسلمنا لهم معاوية لكان ذلك تمهيد لضرب الصحابة. فهم يضربون الآن عمر وأبو بكر وعثمان وعائشة وحفصة، وقالوا لم يبق من أصحاب النبي على الإسلام إلا ثلاثة. ارتد الجميع. من يقول إن الصحابة ارتدوا فذاك تكذيب لكلام الله. من يرمي عائشة بما برأها الله به فقد كذب القرآن. الإسلام، أنتم أمة الاستجابة، والأمة الثانية هي أمة الدعوة. حقهم علينا أن نستقيم لنمثل القدوة بالنسبة إليهم، فندعوهم، فإن لم ندعوهم فقد خناهم. إنهم يعانون جوعا روحيا، بحثوا عن السعادة في المال فلم يجدوها، بحثوا عن السعادة في الكشوفات العلمية فلم يجدوها. اندحار الحضارة الغربية لأنها تمشي على قدم واحدة. هم ينتظرونكم أنتم أن تروا ظمأهم وظمأ أرواحهم. إن كثيرا ممن حج وآمن قال سنحاسبكم بين يدي الله لأنكم إنما أنزل إليكم هذا الخير فلم تقوموا بواجب إبلاغ أجدادنا فماتوا على الكفر، وإنما ماتوا على الكفر لأنكم أنتم من قصر في تأدية أمانة البلاغ. فالسبب إذن لهذا الانحراف، والسبب في عدم قيامنا بواجب دعوة الآخرين، شلون؟ نحن قبل أن نلقي باللوم على الآخرين. قال تعالى: أولما أصابتكم مصيبة قد أصبتم مثليها قلتم أن هذا قل هو من عند أنفسكم. في غزوة بدر لما انهزم الصحابة قالوا كيف نهزم وفينا رسول الله، فقال الله: بسبب عصيانكم لأمر النبي العسكري الذي قال للرماة امكثوا في هذا الموقع العسكري الاستراتيجي حتى ولو رأيتمونا تخطفنا كلاب وحتى لو رأيتمونا انتصرنا فامكثوا ولا تغادروا. لكن لما دارت الدائرة في أول المعركة لفائدة المسلمين قالوا: ننزل لكي نجمع الغنائم. فيقول عبد الله بن جبير قائد الرماة: اذكروا وصية رسول الله. فنزل 40 من 10 ثم استدار خالد فوجد هذا الموقع قد فرغ، فقتل عبد الله و9 من 10 استشهدوا، ثم بادروهم وباغتوهم من تلك الجهة. من أنفسنا احنا أعطينا صورة تاع تنفير الناس بالإسلام. احنا فينا المتطرف هيف، احنا فينا متطرفين بزوج، فينا تطرف علماني لا ديني يقابله تطرف ديني. والنبي يقول عن التطرف الديني: هلك المتنطعون، هلك المتنطعون. حتى يشوه الإسلام، حتى تظل المعركة داخل أرضنا، حتى تفرق الأمة فيما يسمى بمشروع سايكس بيجو الثاني، تجزئة مجزأة. وإن كنتم لا تثقون اقرأوا الوثائق، قديما كانت سرية، اليوم تعلن على الملأ خريطة الشرق الأوسط الجديد أو الكبير الذي نادت به كوندوليزا رايس على عهد بوش. هناك ماكو دايرين هكذا، الخوارج هم كلاب أهل النار،
النبي قال: الخوارج كلاب أهل النار، حجثاء الأسنان، سفهاء الأحلام، يقتلون أهل الإسلام ويتركون أهل الأوثان. يقتلون شكون؟ المسلمين بدعوة الردة. ألم ينطلق الربيع العربي في ثورة شعبية بيضاء؟ خرجت الشعوب سلمية سلمية تنادي في الميادين، لم تحمل سكينا ولا حجرا، ثم جوبهت بالرصاص، فصار الناس يسقطون، لأن انتصار الثورة سلميا في تونس وفي مصر أرعبت العالم وغيرت صورة الإسلام التي حاول الإعلام الصهيوني أن يشوهها عند تلك الأمم. فلما جاءت الثورة السلمية أصبحت تتردد شعاراتها في برشلونة. مشيت أنا لبرشلونة، صرتهم يقولوا بالعربية ارحل ارحل، مررت عليهم يتحدثون بشعارات العرب. أوكرانيا حينما انتفضت في الربيع الأوكراني كانوا ينادون بالشعارات التي خرجت بها الشعوب العربية. لا يراد للشعوب العربية أن تنعتق رقتها من الاستبداد وأن تمتلك حرية قرارها في اختيار من يحكمها. أول مرة يختار الشعب بحرية وديمقراطية كما ترفع الشعارة في العالم رئيساً من قبل الشعب. فاهتز العالم وقالوا: عملية ضبط الأنظمة والشعوب كادت أن تفلت من أيدينا فانقلبوا عليه. وكيف لا ينقلبون عليه ويقول: إن من لا يأكل بفأسه لا يستطيع التفكير برأسه. من يريد امتلاك قراره السيادي السياسي فعلي أن ينتج طعامه وغذاءه، وأن ينتج دواءه، وأن ينتج سلاحه. نجحت الشعوب في إعطاء صورة رائعة في السلمية، فأرادوا أن ينقلبوا عليها، وكان البدء من سوريا. الثورة المضادة بدأت من سوريا. قال رئيس الوزراء، وزير الخارجية نتاع هذه ثلاث سنين ديال روسيا، اش كيقولوا له عليه؟ ها، وزير الخارجية نتاع روسيا واسمو كان؟ لافروف. لافروف واسمو كان؟ تعرف التصريح الاول واسمو كان؟ ما تعرفش واسمو كان؟ لا نقبل بقيام دولة سنية في سوريا. تقريك تعرف السنة. لقد اجتمع كما في التاريخ الصفويون الروافض الملايين الشيعة الذين يقولون بتحريف كتاب رب الأرباب، ويقولون بالإمامة، ويقولون بالعصمة، ويقولون بالبداء، ويقولون إن السنية هو أنجس إنسان على الأرض، فلو جلس على فراشك لما أزلت نجاسته ولو غسلته بماء البحر كله، وإن الفتوى الفقهية للتخلص من نجاسة الناصبي هو أن تحرق الفراش الذي جلس عليه السني بالنار. بالنار. انظروا إليهم كيف يقتلون بالبرامج، انظروا إلى حزب اللات، انظروا إليه، انظروا إلى خدعة ما يسمى بالمقامرة. انظروا، انظروا إلى تلك الطائف. ولكن لو لم يكن للثورة السورية من خير إلا أن كشف هؤلاء، فقد انخدع بهم في فترة عندما كان يقاتل حزب الله في جنوب لبنان إسرائيل، إذا بشعب المسلمين كلهم يهتف باسمه. فكما أننا مسؤولون عما آلت إليه ظروفنا، فهنالك أيضا من يستغل ذلك في الخارج لضربنا. سميته عبر سنوات طوال مشروع ثلاثة، مشروع صاد صاد صاد، مشروع الصفوي الصليبي الصهيوني ضد الأمة.